السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. غادي نتكلموا على المعاشات ديال الاعاقة او البنسيون دي فاليديتا. كما تعرفوا كاين واحد الزيادات اللي تزاد هاد الناس هادو. المهم غادي نحاولوا نشرحوا كل ما يتعلق بهذه المسألة هذه في هذا الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا معايا. بقاو معايا بعد الفاصل ونواصل. كما تشوفوا معايا اخوتي هنايا بنسيوني دينفاليديتا اريفا نومينتي اريتراتي كي اللي عبرا كاين واحد الزيادات وكاين كذلك متاخرات فيما يتعلق بهاد الزياده اللي فيها اللي تخص بطبيعه الحال بنسيوني دينفاليديتا يعني معاشات ديال الاعاقه. كما تتعرفوا انه يعني هاد البنسيوني ديال لينفاليديتي فيلي توتالي نقدروا نقولوا بنسيوني دينفاليديتا اللي تمشي بطبيعه الحال الناس اللي عندهم لينفاليديتا تشيفيلي كما هو واضح هنايا يعني كانت فقط كولوروك يعني لحد الايطالي كان الاعمار ديالهم يعني اكثر من 60 سنه. دابا ما بقاش هاد المساله هادي. دابا ابارتيري جا ابارتيري ديال ديوتشو طواني يعني من 18 عام ممكن الاستفاده من هاد البنسيون ديال دينفاليديتا كما تشوف معايا هنايا. وديجا يعني هادشي اللي كنخرج به جوزيبي كونتي كان تكلمت هو على هاد المساله هادي في دوران تاعنا واحد الكونفرنس ستامبا مع الصحف. يعني هاد الصحف راه ناقله يعني الاخبار صحيحه ماشي اخبار يعني ديال السوق كما تنقولوا. واشي تنحاولوا تنجيبوا لكم طبيعه الحال كاين اختلافات بعض الاحيان ما بين جريده وجريده اخرى تيكون بعض الاختلافات، ولكن على العموم يعني الفكره راه تتكون يعني واضحه في جميع الجرائد اللي كاينه لانهم تنقلوا المسائل يعني على لسان الوزير بطبيعه الحال كما تشوفوا معايا هنايا. وديجا يعني تكونفيرم هاد المسائل سيرتو في ديكريتو ديال اغوستو وافيرماتو كي اومنتيامو لي بنسيوني الي فاليدي تشيفيلي ال 100% كما هو واضح هنايا ابارتيري جا ديال داي ديال تشوتو علي. يعني واضح الامور ان كاينه الزيادات. المشكل اللي كاين هو ان الناس مازال ما اتصلوش يعني ما توصلوش بهاد الزيادات باقي ما عارفينش كيفاش غادي يديروا يعني في هاد الزيادات. غادي نحاولوا اننا نوضحوا لكم هاد المسائل هنايا في هاد الفيديو هذا وتنحاول ما امكن كما قلت لكم يعني انني ما نطولش بزاف، ولكن للاسف كاينين شي ناس يعني ما تيتصنتوش الفيديو كامل ما تتبعوش الفيديو كامل وبطبيعه الحال ما غادي يفوتهم بزاف ديال الحوايج ما غاديش يعرفوها وتبقاو تيسولوا. يعني الانسان تيبقى تيسول ولو انه يعني كما قلت لكم يتفرج الانسان في يعني يتفرج في الفيديو الى الاخر راه غادي يسمع وغادي يعرف بزاف ديال الحوايج غادي يعرفها عنه. كما قلت لكم يعني هاد سميتو هاد لوميتو هاد الزياده اللي كاينه يعني راه سي باسا داي شركه 285 تقريبا وتوصل حتى 648 اورو في الشهر بير تريديتشي من سيليتا كما هو مكتوب هنا. راه تجيب شي حاجه يعني من عندي انا بطبيعة الحال. هذا القرار اخوتي جا من بعد لا ديسيزيون ديال كورتي كونستيتوسيونالي يعني المحكمه الدستوريه سكورسو 22 يوليو 2020 كما تشوفوا معايا اللي شافت بانه ذاك المبلغ ديال 286 اورو فاصله 81 سنتيم يعني غير كافي غير كافي هذا المبلغ هذا. لذلك غادي يطلعوا تقريبا على حسب الارتيكول 38 كما ديال لاليجي الرقم 448 ديال 2081 بطبيعه الحال يعني هذا الارتيكول قديم بزاف. لذلك غادي ما يبقاش يعني هذا المبلغ ولا غادي تعطال كما قلت لكم غيوصل اطول 2648 اورو في الشهر عوض ديك 285. ربما يقدر يكون يعني من انسان الى اخر ربما تقدر تكون شي يعني شي اختلافات طفيفه في هذا المبلغ هذا، ولكن على اي يعني المبلغ غادي تزاد وغادي تخلصوا الناس يعني حتى في الاشهر اللي ما تخلصوش فيها لان نورمالمون هاد
هذا القرار هذا والقانون هذا يعني راه خصو يكون يعني قريبا يعني في الاخر ديال شهر 7 كان خصو يعني يكون يعني صافرت ابروفو وفيه يعني تمت المصادقه عليه. غير هو باقي ما كاينش عملي لغايه الساعه، ماشي عملي هذا القرار هذا. المساله فيها كذلك الايمس حتى هو كذلك يعني باش يقاد المسائل ديالو بطبيعه الحال باش يبدا يخلص. كما تعرفوا في جميع الشيء ديال لي بونوس ماشي ساهله انه دغيا يخرج القرار، واخا كاين لومينتو يعني الزياده كاينه ماشي يعني بالسهل تتخرج دغيا يعني ماشي ان فوا صافي تتوافق عليها يعني الحكومه صافي والغد ديال صافي تتخرج يعني المسألة تتاخذ واحد شهر ولا شهرين. غير هي يعني من نهار تمت الموافقة عليه اللي باش تعرفوا يعني من نهار تمت الموافقة عليه يعني هاد الشهور كاملين يعني مع شهرين دابا تقريبا وكاك اللي ما تخلصوش فيها الناس فيها الزيادة غادي تخلصوا فيها، غادي يبداو يتخلصوا فيها يعني غادي تخلصوا في هاد الشهور هادو اللي فات تقريبا واحد الشهر تقريبا ربما هو اللي باقي مازال ما تخلصوش فيه، غادي تخلصوا فيه ويتخلصوا في الشهور كاملين اللي جايين كما تشوفوا معايا هنايا كوميكام ديال بيسون دي فريتا كون ديكريتو اغوستو. فاش خرج الديكريتو ديال لاغوستو كما تعرفوا خرجت فيه كانت فيه حزمه ديال التغييرات خاصه ماشي فقط بالانفاليديتا ولكن خاصه بزاف ديال القوانين وديال البونصات اللي كما تعرفوا لانهم باغيين يوليو واحد الاهتمام كبير للعائلات كما تعرفوا. المهم غادي نشوفوا بعض المسائل اللي مهمه، المهم بعض المسائل اللي مهمه في هذه المسائل هذه كيفاش الانسان يعني يدفع وشحال هاد الزيادات هذه شحال وامتى يدفع الطلب ديالو الزياده وشحال ديال الفلوس غادي يجيهم مثلا. والليزي كذلك ريديتو سولو سي لور ريديتي ريزولتا سيري انفيريوري على 8000 يكون قل من 8000 كما تشوف 8489.63 سنتيم اورو نيل كازو ديون بينسيوناتو نو كونيوغاتو. هذه الا كان واحد غير عايش بوحدو يعني انسان بينسيوناتو عايش بوحدو يعني ما خاصش يكون المبلغ خصو يكون يعني ديال الايزي ولا ديال الريديتو خصو يكون 8469.63. إلا كان بطبيعة الحال انفيتشي اكواتوري غوارد الانفاليدي تشيفيلي كونيوغات يعني كاينين الناس مجوجين انفاليدي بطبيعة الحال خاصو يكون ستابلي ستاتو في ستاتو يعني في 14447 كما تشوفوا هنايا. هذا هو الايزي اللي خصو يكون ولا الريديتو ليميت ديال الريديتو ديال الدخل الفردي كما تشوفوا معايا. المهم هادو حوايج باينين واضحين تما كذلك. البنسيوني البنسيوني باري اورو على تشيفرا المهم ما يبقاش من 286.81 غادي يطلع ل 651.51 تقريبا زياده ديال 364 اورو. كواندو افرا بليكاتو لومينتو امتى غادي يكون يعني هاد الزيادات في هاد المسائل هادي كيما قلت لكم خاص الامس المساله كلها متعلقه بواحد القرار ديال الامس دابارتي ديال الامس وغادي يخرج بطبيعه الحال غادي يخرج وغادي تعرفوه في الوقت ديالو بطبيعه الحال وغادي نتكلموا عليه كذلك ان فوا يبدا يعني براتيكابل هاد المساله تولي يعني مساله عمليه. راه غادي نوافيكم بجميع المعلومات اللي تخص هاد المساله هادي. باش تطلب هاد البنسيوني ديال الانفاليديتا يعني بغيت باش نختصر يعني باش ما نطولش بزاف بصراحه باش تطلب هاد البنسيوني ديال الانفاليديتا عن طريق الطبيب ديالك تمشي عند الطبيب. الطبيب هو بطبيعة الحال هو اللي صيفط واحد الطلب للإيمس وبعد تاخذ داك واحد الكود على حساب فاش تدفع داك الطلب اللي غادي تحتاجو من غادي تقريبا غادي تقدر تمشي للإيمس باش تعمر بعض المسائل بطبيعة الحال باش تكمل لاتشيرتامينتي سانيتاري بعد الأوراق ديال المرض لأنه الإنسان هو مريض كما هو واضح هنايا. كاين واحد الدوماندا اللي غادي تعمرو بطبيعة الحال. المهم كاين واحد كوديتشي ديال سيرتيفيكاتو ميديكو هاهو التيتادينو بوترا اوتيليزالي غادي تقدرو تستعملوه نتومايا فوندامنتال كويلو ديال سيرتيفيكاتو ميديكو انترودوتو كومبليتاتو انفياتو دا بارتي. المهم الطبيب ديالكم الطبيب ديال العائله راه هو اللي غادي يتكلف لكم بهذه المساله هذه وبطبيعة الحال يعطيكم واحد الكود الكوديتشي ديال هذاك السيرتيفيكاتو اللي غادي تستعملوه من بعد. تقريبا هادشي اللي كاين يعني ما بالضبط يعني التوقيت
امتى باقي ما تعلمش عليه. ريكونوشيمينتو مهم لانفاليديتا ما بين 74% حتى 100%. الإيمس بروسيديرال فيريفيكي ديال ريكويزيتي سوسيو ايكونوميك ديال ديريتي كي سون ستاتي ترانسميسي ان فيا تيليماتيكا، ومن بعد بطبيعة الحال الإيمس غادي يحدد يعني داك لا سوما ديال الزيادة اللي غادي تزاد لكل واحد يعني تعاني من شي إعاقة. المهم حاولوا يعني تبقاو متبعين الأخبار هذه. المهم أنا كذلك يعني لقيت غادي نشوفها بأنه راه بدا يعني هاد المسائل بدات براتيكابل، بدا يعني الدفع ديال هاد المسائل هذه. بطبيعة الحال غادي نحاول ندير لكم فيديو نوضح لكم في هاد المسائل، لانه بزاف ديال الاخوان سولوني بانه كاين واحد الزياده ولكن راه باقي ما شفنا منها حتى شي حاجه، باقي ما وصلنا حتى شي حاجه. المهم هاد الشيء اللي كاين زياده راه كاينه، القانون راه كاين، راه موافق عليه، ما كاين فيه حتى شي مشاكل. المساله كلها معلقه بالايمس وكاد المسائل ديالو. بطبيعه الحال راه يبدا الدفع ديال الطلبات للحصول على هاد الزياده كما تعرفوا. حرمونش المشاركات ديالكم والدعم ديالكم واللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم كذلك، ونتلاقى معكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.